بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم. Today we are going to talk about Unit 4. How to make new friends. This unit title is Making New Friends. In this unit we are going to talk about. في هذه الوحدة إحنا هنتكلم عن الآتي، يعني أو في البارت 1 الجزء الأولاني هنتكلم على reading a magazine article. مو طبعا هنتكلم على يعني مقال من المقالات اللي هي سوف يعني كانت موجودة في أحد المجلات، وmoving to a new town، وإزاي إنك أنت تنتقل إلى مدينة أخرى. وطبعا من خلال هذه الوحدة أو الجزء البارت 1 اللي هنتعامل معه النهاردة، هنتعامل مع إزاي نتعامل مع النيو فوكابلوري الجديد اللي هو موجود في هذه الوحدة، ومشتقات هذه الكلمات والسينونيم والأنتينوم بتاع كل كلمة من هذه الكلمات، and how we can use these words in a sentence in a correct way. يعني لازم كمان نستخدم الكلمات دي إزاي، نستخدمها بطريقة صحيحة في جمل صحيحة. علشان حتى لا نطيل في الكلام هنبدأ مباشرة ونبدأ بيونت 1. تعالوا معايا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمات اللي احنا هنتعامل معاها النهاردة، كلمة have got. طبعا احنا عندنا في كلمتين، كلمة have بمعنى يملك أو يمتلك، وhave got بمعنى يمتلك. والحقيقة إنه هاف ده تعبير أمريكي وهاف جوت ده تعبير بريطاني، والاثنين بيكونوا بمعنى يملك، والاثنين بيكونوا بمعنى يملك. الفرق بين الاثنين يا حضرات، الفرق بين الاثنين دول بيكون في حاجة بسيطة خالص، إنك هتلاحظ إنه في هاف جوت هاف هنا أتت فعل مساعد، فلما أجي أنفيها أقول هافين تو جوت. لكن لو انت استخدمت كلمة هاف فقط، استخدمت كلمة هاف I have a car، لما اجي انفيها ما اقولش I haven't a car، اقول I don't have a car. فاذا الفرق بين هاف وهاف got، هاف فعل اساسي، انما هاف got هاف فيها بتكون فعل مساعد. paper اللي هو الورق، call طبعا انتوا عارفينها، بتلخبط بينكم بين كلمة ايه called. cold دي حاجة بارد، لكن call هنا بمعنى هادئ أو كلمة جميل. stress اللي هو التوتر، البني آدم المتوتر بنقول عليه stressed، متوتر عنده توتر. advice بالسي هي اسم بمعنى نصيحة، لو كانت بالاس هتبقى verb بمعنى ينصح. for guaranteed اللي هي مسلم به، وجاءت من كلمة guarantee اللي هو معناها الضمان، يعني الضمان. كلمة conversation، فخدناها الكلمة دي بمعنى حفظ أو خدناها بمعنى صيانة، فكلمة ليست بجديدة يعني. personal شخصي، favorite. join اللي هو يلتحق أو ينضم. club النادي. positive وعكسها negative. في عندي passive. انتوا أخذنا كلمة passive دي لو فاكرين بمعنى اللي هو المبني للمجهول، مجهول. باسيف جايه بمعنى ايه؟ برضه سلبي. وعكسها طبعا اللي هو الاكتف بمعنى بني ادم نشط. ادفيرتس دي اختصار لكلمه ادفيرتسمنت او ادفيرتايزمنت. تيبس اقول لك انا باخد تيبس اللي هي ايه؟ ليها معنيين، بمعنى البقشيش اللي انت بتديه الاكراميه لحد، وفي نفس الوقت بتساوي نصائح، يعني زي كلمه ادفايس. هذه يمكن اول مره، ودي خلي بالك من الكلمات الجديده بين دي ودي، أو خلي بالك من كلمتين دول. راديو ومس يفتقد، ومس بالآي يفتقد لكن بالإي بمعنى إيه؟ فوضى، بمعنى فوضى. تعالوا نشوف اللي هو سكند كولم. كلمة نوت سبورت اللي هي اللوحة، لوح زي لوحة الإعلانات اللي احنا بنحط عليها إعلاناتنا. أونلاين طبعا هي متصل. هابن، بارت، تيم ميت اللي هو عضو في فريق. لو قلت كلاس ميت يبقى زميلك في الفصل. كونكت والاسم منها كونكشن. فريندشيب ايوه اسامه يا مستر، قصده اهني واحد بالنوتس بورد.
ايه بتقول ايه؟ كلمة سامع؟ نوتيس بورد دي هي نوتس البورد، بورد. ها؟ لا دي هي احد البورد. انواع، احد انواع البورد. ما في عندك سمارت بورد وعندك البلاك بورد وعندك وايت بورد، هي كلها بمعنى هي لوحة واحدة. بس كل واحدة حسب التخصص اللي هي شغالة ليه. يعني نوتس هنا اللي هي الملاحظات يعني، او بنسميها احنا بلغتنا في المدارس بنسميها لوحة الاعلانات، اللي انت بنحط الاعلان اللي انت يعني يهمك. زي اللي في المدرسة. اه اللي تبقى معلقة يعني على باب المدرسة دي يعني. forget remember get to، كلمات انا ماشي فيها بسرعة لان اتخذناها قبل كده، هتلاقي كلمات كثيرة هتلاقيها معادة. canteen نص مقدين يا استاذ، ها آه؟ canteen نص مقدين. ايوه الحمد لله ده كويس. canteen اللي هي بيسموها الكانتين وعندنا بيسموها المقصف. good for لما خدنا كلمة مشتقات good، good to اللي بيساوي كلمة kind، good at اللي بيساوي كلمة clever، list اللي هي القائمة وخدناها في الوحدة الثانية، set off. اه set off لما اقول لك انا رايح المحطة عشان اودع واحد مسافر فدي بنسميها set off. خلي بالكم كان دي سي اوف، اسف سي اوف، set off دي حاجة تاني. سي اوف اللي هي بمعناها يودع. show العرض. discuss يناقش. discussion او discussion اللي هي الايه المناقشه نفسها. المجازين طبعا مش محتاجه. article احنا قلنا بمعنى مقال خدناها قبل كده، وليها طبعا كنا معاني تانية هتلاقي بتيجي بمعنى كمان يقول لك ادوات التعريف والتنكير يعني بسوي كان برضو article. beige mention يذكر، يقول لك mention لما يسالك في الامتحان mention يعني اذكر. own يملك. on my own اللي هي بمفردي دي بتساوي كلمة by myself، by myself وتساوي كلمة alone وتساوي كلمة with no help وتساوي كلمة without help. يبقى إذا on my own بتساوي كلمة، يا أسامة اعمل ميوت، بتساوي كلمة by myself، بتساوي كلمة alone، بتساوي كلمة with no help، بتساوي كلمة without help. break كلمة break انتوا عارفينها بمعنى يكسر او كسر، لكن هنا جاءت بمعنى راحة او استراحة. في كلمة تانية اسمها rest، فاكرينها rest. كلمة rest لو حد بيكتب ورايا rest بمعنى راحة او يستريح برضو، لكن لو قلت the rest the rest بطل لعب يا محمد يا محمود، زارست زارست معناها البقية. لو قلت كلمة زارست معناها الباقي أو البقية. exam feel better relax ask for. آه لو وصلنا على هذه الكلمة إيه الفرق بين ask for و ask about؟ ما الفرق بين ask for و ask about؟ ask for معناها يطلب شيء، ask for help بطلب منك المساعدة، but ask about بسألك about information عن معلومات، ask about something بسأل عن معلومات عن شيء ما. singular plural اللي هو المفرد والجمع. agree disagree agreement يوافق لا يوافق والاسم منها. fight blue concern يقلق أو يقلق، اللي هي كلمة أيام مع كلمة concern دي أخذناها زي كلمة worry لو أنتم فاكرين. activities وهي الأنشطة. تعالوا بينا نشوف reason for cause of. دول من الكلمات اللي تخلي بالك برضو منها، من الأشياء اللي تخلي بالك منها إنه reason for أو cause of. كلمة reason بيأتي معها for و cause يأتي معها of، ولما هنشرحها بالتفصيل بعد شوية. كلمة poly 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 كلمة poly هي البلطجة، بتسمى باسم تاني يا سنة أولى اللي عايز تكتب جنبها التنمر. تسمعوا كلمة التنمر كتير الأيام دي أهو، دي ممكن بدل كلمة بلطجة تسمى بالتنمر، جابوها في امتحان سنة أولى السنة اللي قبل اللي فاتت. التنمر جاب لك المعنى الآخر لهذه الكلمة.
وطبعا هنا البولي البلطجي جاكيت، ركساك الحقيبه اللي بتشيلها على ظهرك بتاعت المدرسه ركساك، سكيرت سكيري هذه الصفه منها، كلمه تينيجر. في عندي instead of بدلا من، دي instead of هيأتي بعدها اسم أو ing، لكن لو هو مش عايز يستخدم of بيجيب وراها comma، لو مش هيستخدم of instead comma برضو بدلا من ذلك. nasty الحاجة الكريهة البغيضة، pros and cons الكلمة دي عدت عليه قبل كده، pros and cons اللي هي معناها المميزات والعيوب. خلي بال حضراتكم من الكلمات، ان في كلمه ثانيه اسمها coins اللي هي العملات، pros and cons بتساوي advantage and disadvantage، وتساوي ايه ثاني؟ تساوي كلمه merits وdismerits، merits وdemerits، اسف merits وdemerits، برضو الثلاث حاجات. يبقى pros تساوي merits تساوي advantage، cons تساوي demerits بتساوي disadvantage. كلمة يضيف معناها add، مش مكتوبة يمكن، add كلمة يضيف هنا معناها add، اعمل ايه؟ بقول لك اعمل لي اضافة، يعني اعمل لي add add. guest وهو الضيف، يعني انت لما تكون قاعد في البيت انت الجست، الراجل اللي جاي عندك هو الهوست، الراجل لو ست هتبقى هوستس المضيف، ولذلك احنا بنستخدمها اير هوستس اللي هي مضيفه الطيران. كلمه فوت فور يصوت، مش يصوت يعني حد مات مثلا، لا دي كلمه يصوت هنا معناها يدلي بصوته في الانتخابات، ان الكشن، ان الكشن في الانتخابات. دي التعريفات اللي احنا خدنا اتكلمنا عليها، يعني مش هنحكي فيها تاني. ادي حروف الجزئيه دي، تخلي بال حضرتك منها، هذه الجزئية خلي بالك تماما منها. As far as I'm concerned، التعبير ده عايزك تحفظه بقدر اهتمامي. لاحظنا في أكثر من امتحان جابوها، حط طبعا شال كلمة as far as، شال كلمة as far as، بعد ما شال كلمة as far as وبدأ يسأله as far as ولا as will as ولا as soon as، الحياه دي كلها خلي بالك منها. as soon as I am concerned على قدر اهتمامي، كانك بتقول كمان بيستخدموها في الاكسبريشنز، التعبيرات بتاعت express your opinion، يعني عبر عن رايك، فبيستوي زي كلمه in my opinion في رايي. feel stressed يعني تشعر بتوتر انت وداخل الامتحان مثلا، talk about تتحدث عن، وخلي بالك ده حرف الجر. have pros and cons، has advantage and disadvantage، have merits and demerits، له مميزات وعيوب. خلي بالك ان هستخدمها، طالما هنكتب باراجراف الان هنستخدم هذه التعبيرات بشده. I have taken to it، خلي بال حضراتكم كلمه اهو، الناس اللي بتكتب ورايا، taken to ده التصريف الثالث لكلمه take to، بيساوي كلمه يعني used to، هي اعتاد على، اعتاد على، عشان يقول لك طلع كلمة بمعنى used to اللي هي take to طبعا، والتصريف الثالث taken to اعتدت على. along the Nile ودي قلتها لحضراتكم قبل كده كذا مرة بيجيبوها في امتحانات، along هنا معناها بمحاذاة أو بطول، ولو فصل بين الآ وكلمة long تكون بمعنى طويل. المعلومة الثانية إن كلمة sports إيه الأفعال اللي بتأتي مع كلمة sports؟ كلمة بيأتي do أو play، do أو play. start a conversation دي بيبدأ المحادثة سهلة، اعطينا رأيك give an opinion. go online يعني أقول لك خش على الإنترنت. some tips tips اللي هي النصائح. find out about، شايفين دي كلها find about، find out بمعنى discover، find out بمعنى discover، وخلي بالك بيأتي معها about. personal affairs اللي هي الشؤون الشخصية، حياة مسائل شخصية ما تخشش فيها يعني. get to اللي قلنا arrive اللي قال عبد الله احنا خدناها قبل كده. take it for guaranteed دي يعني أمر مسلم به، يعني حاجة مضمونة، حاجة مضمونة. ask about والكلام. صوت مش واصل كويس عندي يا أستاذ. ها؟
في عندنا خش بقى على اللانجوج نوتس معايا وكلام، هتلاحظ انه في كلمات بتعاد المرة الثانية، ده للتأكيد مش للتكرار. اكسبيرينس قلنا كلمة كلمة اكسبيرينس لها معنيين، بمعنى خبرة بمعنى تجربة في الحياة. إذا كانت بمعنى خبرة، لو أنت بتكتب ورايا، إذا كانت بمعنى خبرة لا تجمع وتعامل معاملة المفرد. إذا كانت بمعنى خبرة لا تجمع، هتبقى uncountable وتعامل معاملة المفرد. وإذا كانت تجربة في الحياة فهي تجمع ويكون لها مفرد وجامع، تقول an experience. أما كلمة experiments ده something you are doing in the laboratory، يعني حاجة أنت بتعملها في المعمل، اللي هي تجربة معملية زي ما بتاخده في معمل الكيمياء والفيزياء. الكلمات suggest اللي هي بمعنى يقترح، الكلمات suggest اللي هي بمعنى يقترح، وكلمة recommend اللي بمعنى يوصي بي. الاثنين دول إذا غاب الفاعل بعدهم أتى فعل مضاف له ing، إذا غاب الفاعل بعدهم أتى بعدهم الفعل مضاف له ing. أما ركز بقى في دي، يا ريت تكون بتكتب ورايا، يا ريت تكون بتكتب ورايا. suggest و recommend إذا لم يأتي بعدهم فاعل أتى بعدهم الفعل مضافا له ing. أما إذا جاء بعدهم جملة، أما إذا جاء بعدهم جملة أنا قلت ثلاث مرات، معلش قلتها أنا كده مستر، ثلاث مرات أنا قلتها. suggest و recommend، suggest و recommend إذا غاب الفاعل بعدها يأتي بعدها الفعل مضافا له ing. أما إذا أتى بعدها جملة فإنه هذه الجملة تتكون من فاعل وشد ومصدر، فاعل وشد ومصدر، تتكون أهو من فاعل وشد ومصدر. ماشي معايا كويس؟ المعلومة اللي أنا عايزك بقى تحطها في دماغك اللي ممكن نلعب بيها، حتى لو، حتى لو يعني إذا لم نجد شد بعدهم، حتى لو إذا لم نجد شد بعدهم، حتى لو لم نجد شد بعد الفاعل برضو نستخدم المصدر مهما كان الفاعل، برضو نستخدم المصدر مهما كان الفاعل، حتى لو كان هي أو شي أو أي حاجة اللي بياخدوا إس في نهايتهم مع ريكوموند ومع سجست وكان في فاعل، الفاعل يأتي بعده المصدر مهما كان الفاعل. في شد ما فيش شد بنستخدم الفعل في المصدر. دي تخلي بالك كويس من هذه الجزئية مع كل الأفعال للمرة الخامسة. يا أخوانا خلي الأسئلة بتاعتكم تبقى في الآخر، ما تقطعش اللي إحنا شغالين عشان زمالك بتضايقوا. suggest و recommend، suggest بمعنى يقترح و recommend بمعنى يوصي بي. يأتي بعدهم الفعل مضافا له ing، ده إذا لم يكن هناك فاعل بعدهم. أما إذا كان هناك فاعل بعدهم فإنه يكون تركيب الجملة فاعل شد مصدر. ساعات ما بيحط لكش شد في الامتحان، يقول لك فاعل حتى لو غابت شد، حتى لو ما استخدمش شد برضو اختار الفعل في المصدر بدون أي إضافات مهما كان الفاعل، مهما كان الفاعل. ها مين بيسأل؟ ما حدش. هي suggests spending the holiday in Hurghada، هنا ما فيش فاعل فاختار عند حضراتكم لو لاحظتوا اختار عندنا هنا ايه، اختار الفعل مضاف له ing. لكن الثانية لما حط كلمة ذات التي يمكن أن يستغنى عنها، كلمة ذات دي ممكن أن يستغني عنها، يعني ممكن يقول لك أنا مش عايزها، نغير اللون الغريب ده. طبعا اللي احنا بنتكلم عليه ذات دي ممكن يستخدمها ممكن لا.
هي سجس الذات هي سؤال نستخدم شود اهي وآد الفعل في المصدر. طيب لو شلت شود برضو تفضل سبندي كما هي، لو شلت زي وخليتها هي او شي قال لك برضو تفضل سبندي كما هي بدون اي تغيير. وخلي بالك من هذه المعلومه بنجيبها في الامتحان دايما. فوت فور، فوت فور هنا قلنا يعني يصوت يعني يدلي بصوته لو انت ايه موافق، يعني انت بتقول ايه انا موافق على هذا الشخص. لو انت عايز تصوت ضده تقول فوت اجينست. الفعل بيزي، الفعل بيزي، الفعل بيزي معناها مشغول. الفعل بيزي ياتي بعدها اي ان جي، اي ان جي، اي ام بيزي studying، I am busy studying. الثانية كلمة can you give me some advice، some advice. خلي بالك هذه الكلمة لا يأتي في نهايتها إس أبدا لأنها كلمة uncountable فليس لها صيغة شكل الجمع أو صيغة الجمع. ممكن بدل ما استخدم كلمة advice استخدم كلمة tips، قلنا الاثنين بيساوي بعض وادي حرف الجر مع الاثنين how to make new friends. في تانية طبعا في الستريس اللي انا كلام بنعيده تاني اشعر بتوتر، كلمة along بمحاذاة اللي شرحناها من شوية، كلمة hard. كلمة hard دي ليها اكتر من معنى. كلمة hard احنا قلنا بمعنى صعب لو طبعا، وممكن تيجي معنى صلب لو توصف بها شيء غير عاقل، خشن لو عاوز توصف بها سطح الشيء. The exam is hard يبقى الامتحان صعب. The chair is hard يبقى الكرسي صلب. The pins are hard، pins اللي هو الفول او البقوليات كلها، hard برضو بمعنى صلبة. قال لك استخدمنا هنا كلمة hard في المرة دي استخدمناها adjective استخدمناها صفة، لكن هنا كلمة hard استخدمناها adverb استخدمناها حال. فكلمة hard تستخدم as an adjective and or an adverb، يعني بنستخدمها كصفة ونستخدمها كحال. أعرفها إزاي؟ طبعا إذا جاءت لكي تصف الاسم فهي صفة، وإذا جاءت لكي تصف الفعل فهي حال. I am always study، أنا دايما بذاكر. بتذاكر إزاي يا أستاذ؟ طريقة مذاكرتك إزاي؟ قال لي hard، طريقة صعبة وطبعا وطريقة شاقة وطريقة جادة. في كلمة تانية اسمها hardly، hardly ملهاش علاقة بهارد. hardly دي كلمة لوحدها معناها بالكاد ويدوب، ولو انتوا فاكرين احنا خدناها في البريزنت سيمبل في زمن المضارع البسيط وخدناها من الادوات التي تدل على النفي كان hardly وscarcely، وخدنا كلمة seldom وكلمة never وهكذا، بس هي معناها بالكاد او بصعوبة أو معناها بدرجة صغيرة جدا جدا. He tried to cross، في الفرق بين كلمة cross وكلمة across. كلمة cross اللي هي بمعنى يعبر، إنما across ده ظرف مكان معناه عبر. Number one. Mister. What can teenagers do to make friends؟ اكسلنت اكسلنت تمام، برافو عليك يا طه، مع اني زعلان منك بس برضو برافو عليك. تمام. Advice is a synonym of tips. Tips تمام، برافو عليك. She seemed to take it for gifted. No. Granted. اهو كده امر مسلم به. تمام برافو عليك. Ask for your teacher's advice. اهو انا واحده. الاخيره. Excellent. برافو تمام. If you need more information about the tips, look at the not board. Not sport. وطه طبعا يعني يعني هو كويس برضو النهاردة، نحييه. تمام معك يا مستر. ماشي تفضل. Scientists have established a connection between cholesterol levels and heart disease. تمام، كوليسترول مستوى وطبعا امراض القلب. تمام برافو عليك.
I have finished reading an article about the accident in الأهرام. تمام. I am old fashioned. I am still using a pencil and a paper for writing. عظيم. تمام. ثواني ثواني بقى. اخترت ايه حضرتك؟ مستر بيبر. مستر بيبر الاولى. اهو كده. طيب الثانية ابيبر دي معناها ايه؟ بيبر يعني ورق. لكن ابيبر معناها ايه؟ جزء طا؟ No. ها اللي بيحب يحفظ كلمات محمد موسى فينك؟ مفيش. أبيبر معناها صحيفة، اللي هي اختصار كلمة نيوز بيبر. نيوز بيبر زي اللي جنبها دي، هنشرحها لك إن شاء الله الجزء اللي جاي إن شاء الله في البارت 2. تمام كمل. كمل تفضل. A teenager is a person between 13 and 19 years old. ماشي. Excellent. You are wearing cool new clothes. Excellent, excellent, excellent. تمام. شهادة التقدير وصلت لك يا أسامة؟ أيوة تمام. كل الناس اللي طلعوا الأوائل وصلت لهم شهادة تقدير ولا ما وصلتش؟ وصلت يا مستر. تمام. ألف مبروك. تمام يا مستر. تمام. ألف مبروك لكل أتمنى المرة اللي جاية كلكم تاخدوا فوق الأربعين. كل اللي جاء فوق الأربعين ده ادينا له شهادة. طبعا لو أنت عايز تطبعها سهلة، يعني ممكن تطبعها في أي حد يطبعها لك. اللي بعد كده مين؟ 11. أنا مستر. تفضل يا إيمان. الأخيرة هتبقى؟ اجري يا بيضة. It is not easy for the It is not easy government. For the government. ليس من السهل على الحكومة. نعم الأخيرة. You It is الأخير. صفة. ها؟ It فاكرة It is صفة. هتبقى الأولى. ها؟ الشطار. No. B. الشطار ايه؟ C. No way. C. To know. To know. زي هسهلها لك. لما كنا بناخد في اعدادي It is necessary for you. It is necessary for you. من الضروري لك to study. To study. فلما يكون عندي It is صفة مفعول به، هنا في اللحظة دي بستخدم to زائد المصدر. تفضلي. لو انت ركزت في اللي بعدها كان عرفت حليت اللي قبليها. ها؟ It is very yes to feel. To feel. اهو جابها لك اهو. To feel الأولى متوتر. أيوة متوتر. شفتي هنا استخدم to feel اهو. لو انت خدت البالك كان عرفت ان هي متجاوبة هنا. تفضل. هذا اللعبة في دي يا إيمان. أي. شايفة دي اللعبة في دي. اهو. أيوه. لو عرفتيها هي countable ولا uncountable، مفرد ولا جمع، هتاخدي الفعل اللي انت عايزاه. مع ان احنا شرحناه احنا وشغالين. ما نفهمش. طيب حد يرد عليه. از هتبقى مستر از عشان مفرد. لان هي انكاونتبل يعني لا تعد. لما شرحتها يا ايمان كنت بقول ما تقدرش تاخد في نهايتها اس، فتعامل معامله المفرد. فتعامل معامله المفرد. فكمل يا ايمان. تمام. وات اباوت دوينج. اكسلنت. تمام يا مستر. وات What about وهو about يأتي بعدها الفعل مضاف له ing. How finish how fantastic how fantastic هتبقى الأخيرة؟ No.
اسلوب تعجب. In the bitch. No. Is the beach. Is the beach. Is the ها؟ huh? أيوة الأولى. أيوة الأولى. عشان حالة مستر. ده أسلوب تعجب. أسلوب تعجب. How fantastic is the beach? Well, how fantastic the beach is. The beach is. Is the beach. ثالث واحدة. طبعا انا سنتكم عشان تطلعوا البلاوي اللي عندكم، كل الناس اللي قالوا ايه هي الاجابه الصحيحه. انا قلت يا استاذ انت قلت غلط. انا عارف وحياتك بس عشان اشوف البلاوي اللي جوا. استاذ اللي بعده انا. زير ار ميني. زير ار ميني تري الون. انا الون جايه فيهم الاولى. تمام. Don't take it for granted. تمام. That all granted. أقول تمام. Everyone likes talking about. Likes talking about. Myself. No. هتكلموا عليك ليه؟ ليه؟ ده بيقول الجميع يريدون أن يتحدثوا عن. عليا. هتكلموا عليك ليه يا بنتي؟ ده كل واحد في الدنيا بيحب يعني يتفاخر ويحكي عن مين؟ زيم سيلفز. اهو كده يتحدثون عن انفسهم. اكتب عندك المعلومه مستر. دي اكتب عندك المعلومه مستر. دي ثانيه واحده مستر. اكتب يا ولدي ثانيه واحده بلا ثانيه واحده ثانيه طه. بس انا عارف السؤال هتساله انا هرد عليه دلوقتي. قول هتسال ايه. everyone دي تعامل مع عمرة المفرد تمام، ولكن كل واحد يتكلم عن نفسه مش عن انفسهم. ولكن الضمير الذي عشان كده قلت لك اصبر انت. اكتب الناس عندك هنا اهو everyone everybody. حد بيكتب وانا عشان حدش يقول لي قول تاني. everyone everybody. Someone, somebody. Someone, somebody. Someone, somebody. No one, nobody. تعامل معاملة المفرد. أهو. تعامل معاملة المفرد. ولكن الضمير الذي يحل محلها. ولكن الضمير الذي يحل محلها يكون جمع. ولكن الضمير الذي يحل محلها يكون جمع. عشان كده اخترنا زم سيلفز يا إما. كملي. Researches ask people to fill in. Fill in. تمام. كويس. بعد كده they ask them about the oranges. Oranges. Orange. عضو يعني. لا الكلمة organs دي organs دي أعضاء جسم الإنسان. يعني مش عضو في. لا لكن أعضاء الفريق أعضاء العائلة نقول عليهم إيه؟ جندينج. هي ممبرز. 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 ايوه ممبرز اهو. طيب نشوف اللي بعده. انا استاذ. تفضل يا شيخ عبد الله. هاو كم تبقى مضافه اي نجي فيها يا استاذ. نو نو. How هيأتي بعدها صفة. How what يأتي بعدها اسم وهاو يأتي. مش تقول تعو. ها؟ ومضيف لاي ان جي يا استاذ. يا ابن الاي ان جي ما تنفعش هنا. الاي ان جي هنا لا تصلح طالما الكلمة لها صفة أساسية. تبقى الثانية يا استاذ.
الإجابة الصحيحة أهي. أيوة صح. comfortable يعني مريح، comfortable يعني مريح، comforting اللي هي الراحة اللي أنت اخترتها، ده اسم. ها يلا كمل يا عبد الله. ماشي يا استاذ. جزاكم بلايستيشن تيست تو هتبقى مستر براود. براود يعني يفتخر بيه. لا ذا جفرمنت ان الحكومه تحاول تعمل الاديوكيشن للتعليم تعمل له ايه؟ انت الافتخار. يا نهار اسود. امبروف يعني تحسن. امبروف يعني تحسن. ازاي استاذ الحكومه تحسن التعليم؟ يثبت او يبرهن. الثالثه معناها الفخر. الاخيره معناها فخور بي. ودي تاخد حاجه استاذ. مش الحكومه مش الوزاره بتحسن التعليم؟ مش الحكومه مش صح ولا استاذ؟ والوزاره والحكومه ايه؟ ايد واحده. الحكومه طب انت عارف اهو الحكومه هي مجموعه من الوزارات يا شيخ عبد الله. ماشي. زي نيد لد بيتاي لف لد مانس بيد بي ديد اسمه مين دي ام باي بي باي يعني يشتري. خطا طبعا. زي نيد تو درايف 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 يقود. داي يموت. هاف يمتلك. انت النهارده شوربه يا عبد الله. زي نيد تو ليد ا بيتر لايف دي معناها يريدون ان تكون لديهم حياه افضل. وممكن هجيبها لك في الامتحان ليها معنى تاني. الناس اللي بتكتب ورايا كلمه ليد دي بص معانيها. اكتب بقى المعاني لكلمه ليد. واحد معنى يقود. يقود من القائد والقياده. اثنين بمعنى معدن الرصاص. معدن الرصاص. ثلاثة بمعنى يعيش أو يحيا. أربعة بمعنى يملك. يلا تبقى يا باشا تبقى يملك. كلمة تعب اللي كان بيقول عليها. أيوه أسامة سكت اللي حواليك يا عبد الله. إيه الحكاية؟ كلمة إيه اللي كتبنا معانيها؟ أنا معلمها لك بالأصفر يا أبو النوم. نيت تمام. أيوه. يلا يا عبد الله. هذا تبقى بيصير ولا دونت انترفير ان اذر بيبلز افيرز. لا تتدخل انترفير دي. لا تتدخل في شؤون الاخرين. اند دونت اسك ذيم ولا تسالهم. عايز يقول هنا كويشن اسئله. عايز كلمه بمعنى شخصيه صفه. بيرسونال. بيرسونال. بيرسونال يعني شخصيه. انجلش از ماي فيفورت. ايوه بي يا استاذ. فيفورت. فيفورت. لا انت النهارده مش عارف ايه في خناقه حواليك عبد الله النهارده ولا ايه؟ مش عارف والله. على الصغيره بتطحن في بعض. ربنا يستر. اللي بعده. انا تراي اسكينج بيبول اباوت ذا سبورت ذا وورلد ذا وود رايت تو. تكون هذا يا راجل. كلمة سبورت قلنا بيأتي معاها فعلين. كلمة سبورت يأتي معاها فعلين. ارجع للتعبيرات في المذكرة هتلاقي كلمة سبورت بيأتي معاها فعلين. دو. دو. احنا قلنا يا دو يا بلاي. ما عندكش طبعا بلاي فاخترت دو. تمام. I haven't decided yet. يا ريت تقرب من المايك شويه والنبي يا حاج عمر. ويتش كلب اي شود هتبقى الاولى مستر نمبر ايه؟ استنى بس مش عارف جرى ليه كده لفوق هو. اي هافنت ديسايدد يت ويتش كلب اي شود اي جوين انضم اليه. تمام. مستر فيششتين. مستر فيششتين.
I haven't decided yet which club I should join. يلا يا عمر. تبقى the opposite of cross. Bars. عكس كلمة cross. تبقى مستر نمبر سي. لا سيدي كمز يأتي. خدنا كلمة مميزات وعيوب. طب أنا سبتك 10 دقايق عشان تدور على الكلمة في المذكرة. وهي دي أصل لقيت كلها صعبة دي. أبدا ما هي بروس أند كونز، بروس أند كونز اللي قلنا عليها عبارة عن المميزات والعيوب. يا مستر الشاشة مقسومة نصين. ليه مالك أنت إيه اللي كان قسام عندك نصين؟ أيوة مقسومة نصين. عندي أنا أيوة يا مستر. وأنا كمان. لان انا اشوفها مالها اتقسمت نصين دي ليه؟ اللي جرى لها حسبتوها ولا ايه؟ مش هنا ويت حتى نبحث عنها مرة ثانية أين ذهبت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم دلنا عليها سنة أولى ثانوي كده ظهرت كويس؟ أيوه تمام مش مكسومة كده مش مكسومة يلا الحمد لله أنا ما اتقسمتش يلا if you are هتكون نمبر ايه يا مستر؟ بارتي بارتي يعني حفلة لا هتكون نمبر سي if you are apart ولا بارت؟ apart if you are apart ولا بارت الناس الشطار ويقولوا لي ليه؟ بارت يا مستر برضه تقول لي ليه ما انا ما قلتلوش غلط عشان تروح على الناحيه الثانيه مستر نعم ابارت ابارت معناها بعيدا تمام وبارت معناها جزء اهو كده تمام شاطر يا ابني يور تيميت ماي فيل يعني اصدقائك اللي في الفريق يشعروا بايه تو يو هتبقى مستر نمبر ايه كونكشن فاكر كلمة فيل طيب معلش كلمة فيل وكلمة ساوند وكلمة أبير وكلمة لايك كلهم يأتي يكونوا بمعنى يبدو ويأتي بعدهم صفة ويأتي بعدهم صفة كلهم يعني ماي فيل يشعر بإيه كونكشن ده الاتصال كوميونيكيت يتصل كونتاكت وكونكتد كونتاكت يتصل بك تليفونيا يعني يبقى لكن مرتبط بيك اللي هي الكلمه دي تواصل كونكتد اللي هي كلمه كونكتد هنا حضراتكم هو استخدم التصريف الثالث للفعل كصفه استخدم التصريف الثالث للفعل كصفه طيب نكمل اللي بعده مين 31 يلا يا موسى نقط is a precious treasure precious treasure يعني كنز سمين so I always search for good friends friendship friendship اللي هي معناها الصداقة تمام I am busy studying my lesson busy يأتي بعدها ing تمام Why is it a good idea to ask people about themselves? About themselves. تمام. How can you find out about clubs and about. sports? يا ابني ما تقطعش زمايلك هما بيجاوبوا يا أسامة. 35. The synonym of bros is? Synonym يعني معناها كلمة تساويها. synonym بروس بروس يعني ايه مميزات disadvantages بروس مميزات ولا عيوب معناها ايجابيات
بروس ايجابيات مميزات. اه اوكي ما غلطتش كويس، يبقى نختار كلمه ادفانتج ولا ديس ادفانتج؟ ديس ادفانتج. يا ابني سينونيم يعني ايه؟ اه معلش المرادف. اه ادفانتج. اه معلش معلش يعني كده ايه، لكل جواد كبوه. اللي بعد مختار. ها عارف ما يطلع سؤال هاي في الاخر انت حر. مختار. ها ليه اسكا ديب اباوت ايه؟ اخترت ايه؟ ليه اخذت اسك بيبول اباوت مش فور؟ اسك فور يطلب حاجه يعني يطلب خدمه تقدم له. ask for يطلب شيء وشرحناها بس انت كنت نايم باين عليك ولا ايه؟ انما ask about معناها ask for information. كتبت الكلام ده انا بشرحه؟ ما كتبتوش طبعا. ايوه ما كتبتوش، لو كتبته ما كانش سأل. لا والله كتبت. اه يلا الثاني about يعني عن معلومات. اه information يعني ask about يسأل عن معلومات، لكن ask for يطلب منك شيئا تقدمه له، تقدم له خدمه. يعني زي ما قلت لك المثال ask for help اطلب مساعده، لكن ask about مثلا your homework بسالك فين الواجب بتاعك، ask about your father بسالك معلومات عن ابيك. اللي بعده 36 مين؟ ماشي انت محمود عبد الرحيم. طلع بره ليه؟ طلع من عند محمد محمود. طيب اتفضل. لا من عند محمد محمود دخل دلوقتي ثاني وطلع تاني. ما هو دخل تاني. اي حد يجاوب؟ اقول له هيجاوب هو مستر. ايوه ما هو مستنينه هو بيحاول مستر. الدخول يحاول انا قاعد جنبه مستر. طيب يلا جاوب من عنده اسامه. If you are part of a team, you team matters, Max will feel connected part, to you. Part, مش apart. If you are part of a team, you're... ها؟ اخترت ايه؟ Number C. Number C. تمام. هي letter C. تمام. If you are hungry, why don't buy cookies at the school canteen? Canteen. قول في الكانتين يا عم. ماشي. I usually say hello to تمام. my ماشي. My family moved to a new town last year. تمام. Does this program mention any problems? ذكر إجابة صحيحة وأنت ممتاز. اللي بعده. يا مستر. تفضل. New studies are always about their. معلش لما قلنا بمفرده. وكتبناها بايدينا تساوي 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 اون 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 اوف اون ما خلاص اون انت بتختاري. هو كان هيلب يو دو يور هوم وورك. تمام كويس. اللي بعده. their first two exams are their hearts هتبقى long. اه تمام مع انها صعبة شطرة بس تمام. which studies are you subject got, subjects ايه المواد الدراسية اللي انت good for؟ لا لما قلت شطرة في حاجة اقول good ايه؟ to at good at good at good to يعني طيب. اخر واحدة بالنسبة لك This medicine is going to help you felt number six. انت لسه حله زيها يا مفتريه.
يعني لسه انت حاله زيها يا دوب اهو يا مستر. عندي هيلب وادي دو. بطل العاده دي يا اسامه. ادي هيلب وادي دو. هيلب واتى بعدها المصدر. وهنا حضرتك استخدمتي برضو اسمي از جوينج تو هيلب يو فيل بيتر، يشعر بتحسن. واجابتك صحيحه ونشوف الحكايه. 46 عند مين؟ انا. اتفضل يا انت. ايه هتبقى بيلينج يا مستر. انا عندي استفسار. قول يا اسامه. رقم 43 يا مستر، ليه ما خدناش اي ان جي؟ ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ولدي انا لما قلت عند حضرتك 43 فين الاي ان جي فيها؟ ورهاني فين الاي ان جي؟ 43 فيها في رقم بي لتر بي. دي 42 دي مش 43. ايوه ما لسه شرحناها لها. شرحناها. ما انت لو بتصبر احنا بنشرح وانت يا مستر يا مستر مش بنسمع بنفس الكلمه. كلمه هيلب قلت لك بياتي بعدها يا اما مصدر او تو زائد المصدر. شرحناها في الوحده رقم واحد في يونت 1. لكن انت بتنسى وبتعطل زمايلك بيشتكوا من الحته دي يا اسامه. بعد ما يخلصوا ما تقطعهمش هم بيجاوبوا. 46 ها؟ اللي عليه الدور مين؟ ايوه مستر. اتفضلي. هتبقى بيلينج رقم سي. اللي هي كلمة بولينج اللي هي معناها التنمر او البلطجة. تمام. Did you listen to the radio phone in about بيلينج؟ طبعا about بولينج. ماشي تمام. عن بلطجة. كلمة راديو فون ان، فون ان دي كلمة واحدة يعني. يعني الراديو اللي شغال في التليفون. تمام. وكلمة التليفون اسف. What effect has the bilingual had on Ali؟ On Ali. يبلطجون على علي. The radio show host says that a lot of teenagers are رقم C. ليه اجابتك صحيحة بس ايه؟ هنا بيقول الراديو بيظهر طبعا بيقول ليه؟ لان كثير من المراهقين ار بوليد يعني يبلطج عليهم. لكن لو قال بولينج معناها بيتكلم على شيء مستمر الان الان، وهو بيتكلم على سيز لو خدت بالكم، لانه بيتكلم على هابت على شيء متكرر. اخر واحده يسترداي. يسترداي هتبقى اول واحده ايرز. الحقيقه ان هي الاجابه هنا. طب ليه يا مستر؟ ما انا هقول لك اهو. بصيت هنا في الاول علشان شرط في الاول مستر. هنا في ايه؟ في ايه؟ عظيم. يقبل جاي وراها مفرد ولا جمع؟ مفرد. عظيم. هنا في عند حضرتك كلمة جير فعل ولا مفرد. اسم؟ اسم جير. والاسم يكون مسبوقا بالايه؟ بالصفة. الاسم بالصفة. يكون مسبوقا بالايه؟ بالصفة. بالصفة. والصفة تجمع أم لا تجمع؟ الصفة لا تجمع. لا تجمع. فأنت لما حطيتي حضرتك a 10 year old دي كلها اسمها صفة مركبة، والصفة لا تجمع، لذلك بنختار المفرد. والسؤال ده تعملوا له very very important، لأنه سنوات عدة ورا بعضها بيجي السؤال ده. طبعا بيغيروا، مرة يخليها شهر، مرة يخليها سنة، مرة يخليها بهذا الكلام المختلف. في عندنا أحمد always carries his. احنا نجاوب كلنا مع بعض طبعا. always carries his بيشيل ايه على ظهره؟ روكساك. روكساك ده فيلم. شفت فيلم مرعب؟ فسكيرد. تمام. teenagers who are different to other are bullied more، يعني المراهقين اللي هم مختلفين عن الاخرين طبعا قلنا bullied more. مش little يا مستر. مور ليتل يعني ازاي؟ اقل يعني. المراهقين اللي هم مختلفين عن الاخرين ار باليد، يوما يبلطجون طبعا بنقول كلمه ايه؟ هم اللي بيبلطجوا اكثر ولا اقل؟ طبعا هيبلطجوا اقل. How can we help people from different places instead of
The poly is a person who is. البلطجي هو الشخص الذي نقول عليه بني آدم إيه؟ Nasty. بغيض. It is well known that smoking has a التدخين له تأثير negative. تمام. برافو عليكم. إن شاء الله المرة القها هبعت لحضراتكم امتحان على الكلمات دي بس.